نقية طيبة إلى الضمير الإنساني، إلى كل دول العالم، إلى الحكومة، إلى كل شريك. أكو دولة تستخدم هذا الرصاص مع المتظاهرين؟ لنفرض هم حرقة وتواير، ولنفرض قطعة وطرق. أكو أساليب تستخدم، قنابل مسيلة للدموع، رصاص مطاطي، لكن يستخدم هذا الرصاص؟ عم والله ما الطيارات هذا. اعطيني مجال. رصاص أحادية يستخدم، هذا استخدم في قضاء الزبير وانباع عن استخدامه في ناحية مقصر. هذا ما خوف شبابنا، بالمناسبة هذول الشباب يلعبون دومنا. يلعبون دومنا لكن هذا عار وخسة. أنا سارف على الاتفاق اللي صار. وجرائم حرب. اكو دولة هذا تستخدم الرصاص؟ هذا ذكرنا بعلي حسن المجيد، وذكرنا بصدام، وذكرنا بالانتفاضة الشعبانية اللي ما ملحقين عليها احنا. هذا الرصاص اللي تم استخدامه في محافظة البصرة يا عادل عبد المهدي يا رئيس الوزراء، يا قائد العام للقوات المسلحة، هذا الرصاص تم استخدامه في قضاء الزبير. هذا رصاص أحادية، وهذا الجامع زرفوس زرف. رموه على الجامع. بس سؤال صغير، طلعنا طلع بس لحظة، طلعنا الصبح واقفين تجمع بينا تقريبا 50 نفر، اجوا القائد والرائد والنقيب اتفقوا ويانا، قالوا وقفوا بس 100، بعدين اجى هددنا قال لكم 15 دقيقة الماء يروح مننا انا اشيل لنا وكتلة. اجوا جماعته واقفين 100، دز مجموعة من جماعته نعرفهم، فيهم الزبير وفيهم للعمارة معروف، اللي طقوا جماعتنا واحنا وقفنا. ترى ما احنا ما نخرب بلدنا، وحرقنا مجبورين على مود لا تطبون علينا الهمرات. وهذول اكو واحد يرمي بيت الله، بس هيدا سئله سؤال، احنا مو بلد مسلمين.